صاحبي هادشي له حق، ما كنخاف من حتى واحد، كنخاف من الله. يعني شنو هما المشاكل اللي كتولي كيواجه؟ خاصة صاحبي، خاصة صاحبي، انا كنعيش في الاوروب، داكشي اللي عايشين هما ما عايشينوش حنا. دابا راه مؤخرا وشي دول هنا في افريقيا ولاو احسن منا الصراحة. صاحبي راه هادشي راه يعني شنو هو الفرق ما بين العيشة في الدول الاوروبية والعيشة في المغرب؟ ولي صاحبي مزيان، عندك حقوق، عندك كلشي، ما تقدرش تدخل حتى السبيطار، ما تقدرش تدخل لي نص السبيطارات هنا المغرب ما كاينش فيه سانيطا، الشيء الصحه والشيء راه ما كاينش. دخلت السبيطار ديال جديده شنو بقيتي فيه؟ واش غنقول لك، الغالب الله راه في سوريا، راه سوريا ولات احسن منا، سوريا عندهم حرب احسن منا الصراحه. نقولك عشيري يعني الناس كيعانيو هنا في المغرب بزاف. المعاناه صاحبي والله حتى المعاناه. المغاربه اللي عايشين في اوروبا واه تما مساكن كيعاني، كاين اللي كيعاني وكينشوف بحالك يدوك يدوك. صحيبي مشيت حارق انا، يعني حارقين هذا 13 عام حنا في الغربه، وانت كتشوف الريزلطات النتيجه كاين الفرق او كاين الفرق كبير. حيت المغرب كره انا كنكنيو كنشرب حتى انا كره مارش كندير. ايوا نطلبوا من الله التغيير، التغيير هو الشيء اللي باغي. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.